أعزائي المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. بعد سلسلة الحوارات والربورتاجات التي تابعتموها معنا على قناتنا والتي حاولنا من خلالها تقريبكم من مختلف الاستراتيجيات والبرامج والإنجازات التي قامت بها الوزارة، نجدد اللقاء بكم في حلقة أخرى مميزة جدا، لأننا نستضيف ضيفا مميز وهو السيد عزيز الرباح. أهلا وسهلا بك سيد عزيز الرباح. مرحبا، شكرا. إذا سيد عزيز الرباح، شكرا لك على قبول الدعوة أولا. مرحبا، نتمنى نكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. إذن هذه الحلقة المميزة سوف تكون حول قطاع من أهم القطاعات التابعة للوزارة، لكن قبل ذلك دعنا نبدأ مع نبذة قصيرة حول الوزارة التي تعتبر من أهم الوزارات وأهم القطاعات ببلادنا. أعطونا لمحة أو نبذة صغيرة عن هذه الوزارة وعن مختلف الإنجازات التي قامت بها وكذا المجالات التي تشتغل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك كما يدل عليها اسمها هي وزارة متعددة الاختصاصات. يمكن أن أقول بأنها تهم كل المواطنين، تهم كل المجال الترابي الوطني، تهم البر والبحر والجو. وإذا أردنا أن نفصل أكثر فيمكن أن أقول هناك 5 قطاعات استراتيجية تهتم بها هذه الوزارة، سواء من حيث البنية التحتية ومن حيث الخدمات. هناك الطرق والنقل الطرقي، هناك السكك الحديدية والنقل السككي، هناك الموانئ والأنشطة البحرية، ثم هناك المطارات والطيران المدني بصفة عامة والنقل الجوي بصفة خاصة، ثم هناك اللوجستيك. فحول في هذه القطاعات أيضا هناك مجموعة من المجالات التي تهتم بها هذه الوزارة ومتضمنة في هذا القطاع، سواء تعلق الأمر بالتشريع أو تعلق الأمر بتكوين الموارد البشرية أو تعلق الأمر بالبنية التحتية أو تعلق الأمر بالجودة والأمن والسلامة ديال الخدمات أو تعلق الأمر يعني الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع، وخاصة في المجال النقل يعني هناك أنشطة اقتصادية كثيرة. فإذا يمكن أن أقول بأنه فعلا قطاع من أهم القطاعات في بلادنا. ثم إذا أضفنا حجم الاستثمارات اللي كيعلف هذا القطاع، استثمارات مهمة تتراوح بين 22 مليار حتى 26 مليار سنويا في كافة هذه يعني القطاعات التي أشرت إليها. هذا بالإضافة على أن الوزارة منتدبة للقيام بمجموعة من المشاريع لصالح قطاعات أخرى، كقطاع العدل، كقطاع الصحة، كقطاع التعليم، كقطاع الأمن، كقطاع الرياضة، كقطاع الثقافة وغيرها، اللي كتطرح أيضا حجم المشاريع التي نتكلف بها ما بين 6 حتى 8 مليار سنويا، ليصل حجم الصفقات، فقط نعطي هذا الرقم، أحيانا إلى أكثر من 32 مليار سنويا، وقد وصل إلى 36 مليار درهم سنويا. نقول للمواطن الرأي العام بمعنى كنتحدثوا على أكثر من 3000 مليار سنتيم سنويا حجم ديال الصفقات. هذا القطاع أيضا يعني يتجاوز عدد العاملين فيه، قد يصل إلى حوالي 1.5 مليون من العاملين، نتحدث إلى حوالي 30 يعني 1000 مقاولة في المجال ديال النقل بكافة أنواعه، نتحدث عن حوالي 8500 مقاولة في قطاع الأشغال العمومية بكافة المجالات، يساهم بحوالي 10% يعني في الناتج الداخلي الوطني الخام، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية الأشغال العمومية أو تعلق الأمر بالنقل، بمعنى أنه قطاع مهم واستراتيجي. إذا أضفنا إلى ذلك أنه المؤسسات التابعة لهذا القطاع مؤسسات كبيرة، كانت على الشركة الخطوط الوطنية لارام، المكتبة الوطنية للسكك الحديدية، المكتبة الوطنية للمطارات، الوكالة الوطنية للموانئ، الوكالة الوطنية للتنمية اللوجستيكية، نتحدث الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، نتحدث عن مرسى ماروك، واللائحة طويلة أعتذر يعني إذا لم يعني أشير إلى كافة المؤسسات والشركات التابعة لهذا القطاع. فهو قطاع استراتيجي وحيوي ومهم وشامل ويهم كما قلنا كل المواطنين وكل المجال الترابي الوطني. ومرة أخرى البر والجو والبحر. إذن السيد عزيز الرباح، بداية نعلم الأهمية التي تلعبها البنية التحتية الطرقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنتم حريصتم على تنمية هذه البنية التحتية، هل تحدثتم لنا عن وضعية هذه البنية في بلادنا؟ لا، يعني نركز بالخصوص على البنية الطرقية. يعني يمكن أن أقول بأنه أهم مجال يحظى بعناية خاصة من طرف المواطنين ويتبع خاص حتى من طرف المنتخبين والجماعات الترابية هو
المجال الطرقي وما يرتبط أيضا به من نقل وخدمات طرقية. نحن نتحدث عن إذا أخذنا الطرق ما يسمى بالطرق المصنفة لكي يعرف الرأي العام، والتي هي من اختصاص ومسؤولية وزارة التجهيز والنقل، والتي تكون غالبا خارج المدار الحضري للمدن، وتخترق طبعا الجامعات القروية سواء من طرق وطنية، طرق جهوية وطرق إقليمية. نتحدث على حوالي 59,000 كيلومتر. 59,000 كيلومتر إذا أخذنا فقط المعدل ديال الصيانة ديال واحد الكيلومتر هي 1 مليون ديال الدرهم، 100 مليون ديال السنتيم، راه بمعنى أننا كنتحدثوا على 60 مليار ديال الدرهم ديال الصيانة اللي خصها إذا كانت هذا الرصيد الطرقي. فإذا هو واحد يعني البنية تحتية معتبرة ومهمة تربط أيضا جميع الجهات ديال المملكة، واليوم في نفس الوقت تربط الأقاليم فيما بينها، تربط الجماعات فيما بينها، تخترق يعني الجماعات الترابية، تنقسم إلى عدة أنواع من هذه الطرق. نتحدث عن طرق السيارة التي اليوم الكل يلاحظ الحمد لله التطور الهائل التي وصلت إليه بلادنا، واليوم كان نوصل أننا نتم البرنامج الذي سطر سابقا باش نوصل 1760 كيلومتر، واللي الحمد لله عطى واحد القفزة نوعية للاقتصاد الوطني والحركية على الصعيد الوطني. كانت حدت على ما يسمى الطرق المزدوجة أو الطرق السريعة اللي فوا إكسبريس ولا دوبل فوا، اللي هي في أغلب الجهات ديال المملكة، وخاصة اللي خدينا الشرق خدينا الشمال خدينا الجنوب خدينا الرباط الدار البيضاء خدينا الوسط، وإن شاء الله المستقبل أمام الجنوب في اتجاه يعني الأقاليم الصحراوية العزيزة. نتحدث أيضا عن الطرق الوطنية، يعني واللي الآن انتقلنا من 10,000 كيلومتر إلى حوالي 16,000 كيلومتر، يعني الطرق الوطنية التي تجمع الجهات فيما بينها، هذه الطرق الوطنية. نتحدث عن الطرق الجهوية داخل الجهات، ثم التي تربط الأقاليم فيما بينها، ثم الطرق الإقليمية. هذا بالإضافة إلى الطرق في العالم القروي التي هي من ناحية يعني القانونية هي من اختصاصات الجماعات الترابية اللي في العالم القروي، ولكن الدولة ارتأت منذ 95 باش تكون برامج تدعمها الدولة وتقوم بالإشراف عليها وزارة التجهيز والنقل بشراكة وبتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ومع الجماعة الترابية، اللي كتوصل يمكننا نقوله يعني لمحصية حوالي 12,000 كيلومتر، وإن كان الخصاص يعني كنتكلم على اللي هو محصي ونحن مكلفون به، لكن دعنا نقول أنه يمكننا نتحدث على 28,000 كيلومتر من الطرق القروية اللي قامت بها البلاد ديالنا في 20 سنة المقبلة، ثم أيضا 20 سنة الماضية، وإن شاء الله المستقبل الأمام نتحدث عنه. فنحن نتحدث عن 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 هذا الرصيد الطرقي المهم، والذي يكلف باش يعرفوا الرأي العام أنه ما بين 2008 و2011 كان كلفنا تقريبا لصيانة الشبكة الطرقية 20 مليار درهم. هذه الحكومة استطاعت أنها تصل إلى 26 مليار. 26 مليار درهم باش نقول لكم الأهمية ديال هذه الشبكة الطرقية، ويمكن نعطيو تفاصيل فيما بعد حول هذا الموضوع. التفاصيل ربما سوف تعطينا إياها عند الحديث عن يعني هذه ال5 سنوات الماضية. ما هي أهم الإنجازات التي قمتم بها لتطوير هذه البنية التحتية الطرقية؟ طيب، أولا أؤكد مرة أخرى استكمال أو إكمال برنامج طرق السيارة. كنت تذكروا أن وصلنا لبني ملال، الآن وصلنا إلى أسفي، يعني المدار ديال الرباط، تثليت استكملنا يعني تثليت ديال الطريق الدار البيضاء يعني الرباط، بمعنى إتمام البرنامج الذي كان سطر في السابق، يعني يمكننا نقوله. فإذا هذا واحد العمل جبار جدا. بالنسبة للطرق السريعة مرة أخرى، يمكن أن أقول كثير من الجهات الآن تعرف الطرق السريعة. يمكننا نتكلم على الشرق، يمكننا نتكلم على الشمال، يمكننا نتكلم على الدار البيضاء، يمكننا نتكلم على جهة الرباط نواحي القنيطرة، يمكننا نتكلم على الجهة ديال الجنوب سوس، يمكننا نتكلم فبمعنى يمكننا نتكلم أيضا على جهة يعني مراكش، بمعنى تعرفوا طرق سريعة. فإذا إنجازات مهمة واللي هي طرق مهيكلة اللي كتناسب الحركية ديال التنقل، اللي كتوصل أحيانا إلى أكثر من 7,000 عربة في اليوم، وهذا كيطلب بأننا ننجح. ثم أيضا من أهم الإنجازات وهو ما سميناه يعني إعادة هيكلة ما يسمى بالطرق الرئيسية المهمة التي تخترق يعني الجهات والأقاليم، والتي فيها واحد عليها واحد نوع من الإقبال، يمكن لا يعوزني أن أذكر
صعب أن نذكر أرقام ديالها، ولكن ملي كنتكلموا على حجم الاستثمار ديال 26 مليار في 5 سنوات، ملي كنتكلموا على الصيانة والتوسيع وإعادة الهيكلة ديال واحد العدد ديال الطرق اللي وصلنا ل 19,000 كيلومتر اللي قمنا بها في هذه 5 سنوات، مقارنة مع 13,000 كيلومتر ما بين 2008 و2011. بمعنى نحن يعني هذه من أهم الإنجازات، لكن أيضا من الإنجازات المهمة هو أن ركزنا على واحد المحاور طرقية التي نعتبرها مرتبطة بالأمن والسلامة وأيضا بالحركية القوية والمهمة. يمكن نعطي مثلا طريق تيشكا الذي يعتبر من أهم، يعني هذا واحد من الإنجازات العديدة التي قامت بها الحكومة وقامت بها هذه الوزارة، واللي كيبين بأننا نهتم بما نعتبره محاور عندها واحد البعد تنموي، ولكن عندها بعد ديال الأمن والسلامة، ولكن أيضا عندها بعد ديال خلق نوع من التوازن ومن العدالة المجالية بين الأقاليم وبين الجهات، واللي خلانا هذا بالإضافة كما قلنا لإتمام البرنامج الثاني للطرق في العالم القروي اللي مبرمج فيه أننا نوصل ل 15,500، استطعنا أن نصل إليه تقريبا، واللي وصلنا الآن إلى وصلنا إلى ما كان مقدر. يمكن نقول أن العالم القروي الآن سيصل إلى نسبة الولوج أو فك العزلة إلى حوالي 80%، والمستقبل إن شاء الله نعالجه ما تبقى، يعني الحكومة المقبلة ستعالج ما تبقى. انتقلنا من الإنجازات هو أن انتقلنا من جودة الطرق في 2012 لما جت هذه الحكومة، جودة الطرق بمعنى الطرق الجيدة والحسنة إلى غير ذلك كانت حوالي 53%، هذاك الشيء اللي تكلمت عليه سابقا ديال 60,000 اللي منها 44,000 اللي هي خلينا نقولها بالدارجة مزفتة معبدة، يعني فيها 53,000 اللي هي حسنة وليدة، بمعنى أنه 47,000 من 44,000، بمعنى أنه 18,000 كيلومتر اللي هي في ظروف سيئة، فاستطعنا ننتقل من 53% الآن إلى حوالي في 2014، مازال ما درناش الإحصاء لأنه كيدار الإحصاء كل سنتين، بمعنى غيدار في 2016 وغنساليو، يمكن نكون مطمئن أننا وصلنا إلى 60%، بمعنى يمكن نقولوا ربحنا واحد 7 ديال النقط من جودة ديال الطرق. هذا بالإضافة إلى معالجة يعني 1,000 قنطرة اللي سواء اللي هي في ظروف سيئة وأن تغمرها المياه وأنها أي للسقوط، وانتقلنا مثلا أعطيت مثال بأنه كانت عندنا في 2008-2011 525 قنطرة اللي هي تغمرها المياه، اليوم كنتكلموا على حوالي فقط 400 قنطرة. كانت نتكلموا مثلا على أنه في 2008-2011 كانت تقريبا 310 ديال القناطر اللي هي مهددة بالسقوط، اليوم يلا عندنا 200 قنطرة، بمعنى ربحنا نقاط متقدمة في هذا المجال. طبعا الرأي العام تيقول لك علاش ما ديروش هذا الشيء كامل في مدة واحدة، يصعب. أنا قلت لكم لما كنتكلموا على 60,000 يعني كيلومتر، لما كنتكلموا على 7,500 قنطرة، لما كنتكلموا على استثمار في الطرق السيارة والطرق السريعة وصيانة الشبكة الطرقية وتوسيع الشبكة الطرقية والعالم القروي، هذا يحتاج إلى أموال ضخمة، حتى الدول الغنية ليست لها هذه الأموال. ولذلك حرصنا على أننا ندير الأولويات بشراكة مع القطاعات الوزارية، بشراكة مع المنتخبين والسلطات المحلية، واللي خلى الحمد لله واحد النوع من التوزيع العادل لهذه المشاريع على جميع الجهات وعلى جميع الأقاليم. نعم، إذن الحديث عن الطرق أكيد أنه يجرنا إلى الحديث عن النقل الطرقي بكل أنواعه، سواء نقل المسافرين، نقل البضائع أو نقل سياحي إلى آخره. ما هي حصيلة هذا القطاع؟ لا، هذا قطاع من القطاعات المهمة، وأنا أعتقد أنه كانت فيه عناية خاصة، عناية خاصة لاعتبارات متعددة، أنه لا معنى للطريق بدون خدمات النقل الطرقي وخدمات اللوجستيك الطرقي، لا معنى لذلك، لا معنى تكون عندك طريق سيارة ولا طريق سريعة ولا حتى طريق في العالم القروي إذا لم يكن هناك استغلال هذه الطريق وهذه البنية التحتية، فكان لابد من الاهتمام. الوزارة لما جينا قلنا ودي أنه هذا القطاع من قطاع حيوي ومهم، احنا كنتكلموا على أكثر من 30,000 مقاولة، كنتكلموا على مئات الآلاف الذين يشتغلون في هذا القطاع، يعني كنتحدثوا على مساهمته في الناتج الداخلي بحوالي 3.5%، يعني إذن هو قطاع استراتيجي وحيوي ومهم، ثم أيضا أنه يقوم بعمل اجتماعي مهم جدا ومرتبط بالاقتصاد لأنه جزء من اللوجستيك الذي نتحدث عنه. طبعا يمكن أن أقول بأنه قمنا بواحد العدد للإصلاحات المهمة، خلينا نذكره يعني حتى المواطن والرأي العام يستوعب ما قامت به الحكومة، لأنه كثير من الناس يتساءلون يعني بعد ما أعلنتوا على الجريمات ماذا بعد. فخلينا نقول لهم، أولا تم تحرير وتقنين القطاع ديال تعليم السياقة، مدارس تعليم السياقة أصبح مفتوحا لكل من يريد أن يستثمر، هذا شيء مهم.
ثانيا مراكز الفحص التقني كانت عدد من طلبات العروض لكي تعم كافة التراب الوطني وأن لا يبقى حكرا على البعض دون البعض الآخر وفق دفاتر تحملات واضحة ووفق توزيع يعني منطقي لهذه المراكز. ثالثا أنه استطعنا الحمد لله أننا نعد واحد العقد برنامج مع المهنيين في القطاع ديال النقد ديال البضائع اللي هو استراتيجي ومهم اللي زدنا في الدعم المادي يعني باش يمكن لهم يغيروا يعني الشاحنات ديالهم باش يديروا شاحنات اللي هي يعني نجدوها اللي يمكن لها تكون اكثر امنا واكثر احتراما للبيئه ثم اكثر راحه بالنسبه للمهنيين وبالنسبه للسائقين. ثالثا اننا استطعنا ان نحرر وان نقنن القطاع النقل المدرسي النقل المستخدمين يعني ترونسبورت بيرسونيل وتاسست العشرات ديال الشركات قريبا سنعلن على النتائج ان شاء الله. والاخ سينجي بوليف يعني كم من مره يؤكد على هذه الاصلاحات التي اشرت اليها ويمكن تجي مناسبات باش انه يطول فيها اكثر. ثم ايضا القطاع ديال النقل ديال السياحي مع وزارة السياحة الذي له أصبح له دفتر تحملات مفتوح أمام جميع المستثمرين. ثم لما وصلنا إلى قطاع نقل المسافرين بالحافلات أنه ليعرف الرأي المواطن بعدما تم التشاور في مستويات عدة أنه لابد أن نوقف الأسلوب السابق اللي كان مبني على القريب إلى منطق مبني على التنافسية وعلى المهنية وهذا اللي خلانا أعددنا دفاتر ديال التحملات ثم أيضا رؤية مستقبلية لتطوير هذا القطاع. هذا اللي كنت تكلموا على بالإضافة إلى أنه تم إعداد يعني تطوير قطاع النقل ديال البضائع. تعرفوا بأن النقل ديال البضائع الدولي أن المغاربة المستثمرين لا يشكلون 20% بمعنى 80% شركات أجنبية فكان لابد أن نقوي الشركات الوطنية وهذا توجه لدى الوزارة أن تدعم الشركات الوطنية. ويكفي أن أذكر الرأي العام بأنه في 2012 خضينا قرار ديال الأفضلية الوطنية يعني في الصفقات ومشينا فيها كفلسفة لدعم المنتوج الوطني ولدعم الخدمات الوطنية ولدعم النقل الوطني ولدعم الشركات الوطنية لكي تكون أكثر تنافسية. هذا بالإضافة إلى تحسين الخدمات المرتبطة بالنقل واحد العدد ديال الخدمات اللي ممكن أن يطلع عليها الرأي العام إذا أراد في واحد المنظومة معلوماتية سميناها منظومة النظام المعلوماتي للنقل الطرقي سيستم دافورماسيون ترونسبور روتي. هذا السيتر اللي فيه العشرات ديال الخدمات اللي أصبحت إلكترونية نقصنا من عدد الوثائق يعني على سبيل المثال في علاقة مع المدربين الممتحنين مع المواطنين الاطلاع على المعلومات من خلال وسائل الإعلام والتكنولوجيا ومن خلال الموبايل يعني من خلال الهواتف واحد العدد ديال الخدمات لا تعد ولا تحصى يعني واللي يمكن نقول أنه وقع فيها تطور كبير جدا بالنسبة للمواطنين. هذا بالإضافة إلى عمل آخر اللي تم القيام به على مستوى الأمن والسلامة في المجال ديال النقل الطرقي. نتمنى لكم التوفيق سيدي الوزير. شرفت حلقتنا على نهايتها. شكرا على تلبية الدعوة وإلى حلقة مقبلة بحول الله. أعزائي المشاهدين شكرا على متابعتكم وأذكركم أن هذه الحلقة هي الحلقة الأولى من سلسلة حلقات سنستضيف فيها السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك لتقديم حصيلة الوزارة في مختلف القطاعات. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.